قوموا حيا على العمل، يلا قوم انت وياه. للأسف يا أخوان إن عجلة التغيير تدربت لين وطتنا، حنا مندسين هنا نحسب إنهم غافلين عنا، لكن الشكوى لله. جاني مندوب اليوم وعطاني هالتعميم في شرطين مهمين. رقم واحد، تحويل هالمنشأة العظيمة الصامدة لمنشأة إلكترونية بالكامل. بس طال عمرك إحنا ما عندنا إنترنت. بنكلم الاتصالات يضبطون لواحد، مع أن البرقيات مكفيتنا، لكن الشكوى لله. الشيء الثاني اللي يبون منه هو تمكين المرأة من العمل. والله ما أدري وش أقولكم يا رجال، لكن حيل الله أقوى، يقولون لازم توظفون واحدة على الأقل. أحط مناكير طال عمرك وتكحل. يا أخي وش مصبرني عليك، الله يأخذ عدوك إلا رفاقك يا سليطين. لكن ماش الظاهر مالنا إلا نرضى بهالمصيبة. النت الآن شغال سريع وزي الحلاوة، تأمر شيء ثاني؟ تسلم. أقول لك وش صار على جون سنو بGame of Thrones؟ لا. طيب أوكي، مع السلامة. يعني اللي ودي أقول لك إن الأيام دول، وأنت في ذمتي والله ما قصرت، زميل مهنة وما شفت من قصور. تذكر يوم تزاملت معك أنا وبشير حمد شنان بشميسي؟ هو بشير سعد. سعد خلاص الموضوع انتهى، مالنا بالطويلة، اليوم هو آخر يوم دوام لك، اجمع غيظاتك وتوكل على الله. سليطين. نعم يا أخي، ماني مرتاح. ليه؟ وجود امرأة بالقرب يوترني. حاول تتناساها، أشغل نفسك مثلي. ألو، هي أقول لك هو عجبني مرة، بس ما رح أقول لك، يعني هو سر لين أقابلك، بس بلمح لك، يعني هو جميل وأنيق وما هو ثقيل، عرفتي؟ يعني سهل تعرفينه بسرعة. سليطين، البنت تتكلم عني. يا أخي ما يصير هالكلام، ترى هذه مثل أختنا. أختك أنت، لا تهمم، أعرف أنا هالصنف المنتهي. ما عليك ما عليك، خلني أنا أطبخ على نار هادية. أبو عبد الرحمن، المفتش أبو هادي عند الباب. أيه، خلي يدخل. الله حية، ودك تورتيلا هارفي؟ ترى يسطل. الله يسلمك، حقيقة أنا جاي وما عندي وقت طويل، هو بس إجراء روتيني بخصوص تحقيقكم المتطلبين اللي أرسلناها لكم. حبيبي أنت، الانترنت جبنا انترنت سريع مرة، وتخلصنا من الموظف الأحفور السعد، صرفنا له شيك ذهبي. تعرف يعني بعض الموظفين القدماء يكون عبارة عن مسمار في طريق عجلة التنمية. بالخصوص أنت يا أبو عبد الرحمن، ترى ما أنت بعيد عن التقاعد، كم صار لك في الخدمة؟ ما اسمعك، ما ترى ما اسمعك. أنت بالكثير باقي لك سنتين، خلاص يبيك تجهز الموضوع. وشد الخضبة ما بين النخيل. عائلة الشطرطون، عائلة سعود الشطرطون. جبت لك معي هدية. المهم هذه صبة سندويش فلافل، وقلت له كثر طحينية، عربون صداقتنا يا لبا. عموما وصلت. أبو عبد الرحمن، أنا تأخرت، ما أسمعك، عندك وقت؟ ما أدري وش تقول، ما أسمعك، اكتب لي على ورقة اللي تبي. الحين بس خلني أفك هذا، وين أوله؟ أنت ما تشوف أنك بلغت؟ إيه بلاك، ما تدري والله، النساء يا غبي يخقون مع اللي يفعل المستحيل عشانهم.
طيب الحين سالفة لبس الذيب؟ انت واضح انك بغل ما تفهم اي شيء عن الرومانسية. احنا طبعا مثل ما اسلفت حريصين بنادك عيران انك لما تشربه تشعر بلذة انتعاش تسري في نفسك. تقدرون تجربون الان وتعطوني رايكم؟ لذيذ يا اخي والله شيء مميز ومختلف. ايوه وش ترى اللي قاعد المسه؟ ايه حاطه منكير. احب كذا اذا يدك بهالجمال شلون وجهك. تفضل. تعالي تعالي احب الصعب انا احب عناله. تعالي يا الخقاقيه يا لبيك. طيب شلون يا اخي كذا احنا وش نسوي الحين؟ أفلح. كيف افلحوا؟ ما عاد لكم شيء، روحوا دوروا لكم شغل مكان ثاني. وش يقول يا سلاطين؟ يقول الله يقطع رزقك مثل ما قطعت رزقي. أفا والحين وش يقول؟ يعني ما ودي أقول طال عمرك بس قاعد يبصق على وجهك. والله ما هو بسيط.